بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث رضوانك واجعلنا ممن يخشون عذابك. آمين يا سيدنا يا عظيم. أما بعد، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكثر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وقلنا زوج أساسان يبتوك بالرحمن إن كنت من أهل أساسين فهنيئا لك في دنياك وآخرتك وما بين الطرفين. وباليوم الآخر ما هم بمؤمنين. لهذا رجوا روحكم يتوازن، معظمكم من نوعين، تقولوا مؤمنين وتقولوا نؤمن باليوم الآخر، اكتشفوا بينا خافوا ربي، يعني نؤمن باليوم الآخر، مش صحيح. ثبتوا روحكم شو أعمالكم وحقيقتها، وما قصدكم من الأعمال هذيك. تحب تقتلوا الناس الدنيا بالدين وعلى لله رب العالمين، شو لوجه الله ولا في مقابل حاجة ترتجع. بعد ايش يقول ربي؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تخادعوا في ربي اللي يعلم عنكم وعنا كل الأسرار، وتخادعوا في نحن اللي أعطانا ربي مهارة في معرفتكم يا ممثلين يا أشرار، ممثلين على الركح الاجتماعي على الركح السياسي على الركح المسرحي والعياذ بالله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عندكم أنتم ربي والمؤمنين هم اللي يتلطل يوم حيلتكم. والله حكم الضالين الجاهلين بحقيقة أمورهم بالتمام والكمال، ولا يجمع بيزوا كوحهم من بوحهم، نسأل الله السلامة.